أنا عايز حضرتك تعرف من محاضرة النهاردة إزاي تقرأ تقرير الطبيب الشرعي وإزاي تناقشه في التقرير، لأنه في بعض الأحيان قد تكون هناك ثغرات في التقرير، فحضرتك كيف تستغل هذه الثغرات؟ ده هو ده دورك الحقيقي. فأنا بس ده هدفي النهاردة، إن أنا أوصل لك هذه المعلومة. إن شاء الله لو نجحنا فيها هتبقى حضرتك تستطيع بسهولة جدا قراءة تقرير الطبيب الشرعي وفهم كل جملة مقصودة من كلام الطبيب الشرعي. كلمة رمية نقصد بها ايه؟ اي حاجة تحدث بالجثمان عقب الوفاة. اي جثمان بعد الوفاة هيمر باربع تغيرات رمية. الاول طبعا انا شايف ان حجم الاناث كتير، بس معلش انا عارف ان الاناث يعني بيبقوا اقوى من الرجال كتير، فهيشوفوا صور معلش صور شديده شويه، بس انا اتعودت ان الستات بتتحمل اكتر من الرجاله في الصور. المهم اول تغير من تغيرات الرميه هو بيحدث تغير في درجه حراره الجسم. فانت هتلاقي في كل الاحوال درجه حراره جسم الانسان واحنا عايشين 37 درجه مئويه. ايه اللي بيخليها كده؟ اول حاجه في حاجه اسمها مركز تنظيم درجه الحراره الموجود في المخ، وفي عمليات الاجسده نتيجه الاكل والشرب اللي احنا بناكله، فده بيحافظ على درجه الحراره عند 37 درجه مئويه. لما بيتوفى الانسان مركز تنظيم درجه الحراره مش شغال، عمليات الاجسده توقفت لان مفيش اكل وشرب، يوم يخضع او تخضع درجه حراره الجثمان للوسط المحيط بيه. فلو احنا قاعدين في جو زي الجو المعتدل اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، درجه الحراره جوه القاعه من حوالي من 20 ل 25 درجه مئويه، هتلاقي ان جسم الانسان ده او الجثمان ده يبتدي تنخفض درجه حرارته في كل ساعه درجه، حتى تتساوى درجه حراره الجثمان بدرجه حراره الغرفه. يبقى اول معلومه هنعرفها ان درجه حراره جسم الانسان في الجو المعتدل هتنخفض في كل ساعه درجه حتى تتساوى بدرجه حراره الوسط الموجود فيه. تاني تغير من التغيرات الرميه حاجه هنسميها الرسوب الدموي. هتقراها بعض التقارير الزرق الرميه، ده مسمى خاطئ، لكن المسمى الصحيح هو الرسوب الدموي. يعني ايه رسوب دموي؟ الرسوب الدموي لما يبقى احنا عايشين القلب بتاعنا المفروض ان هو بينبض حوالي 70-72 دقة في الدقيقة، بيوزع الدم على كل أنحاء الجسم ويرجع له زي ما قلت لك 70-72 مرة في الدقيقة. لما تحدث الوفاة القلب الدم اللي في الجسم بينزل بفعل الجاذبية الأرضية للأجزاء السفلى من الجثمان. فإذا كانت الجثة متعلقة في حالة شن هتلاقي رسوب الدم ونزل فين؟ في الرجلين، في الطرفين السفليين. الحالة اللي أنت شايفها كده رسوب الدم الحالة نايمة على ظهرها، يبقى الرسوب الدموي هيبقى فين؟ في الظهر. طب احنا بنستفيد ايه من الرسوب الدموي ده؟ اول حاجه ان هو بيدينا فكره مبدئيه عن الزمن اللي مضى من الوفاه. بمعنى ايه؟ ان الرسوب الدموي ده بيظهر في موضعه بعد ساعه لساعتين. هو فين الرسوب الدموي؟ هو الجزء المحمر اللي انت شايفه ده كله. الجزء الابيض ده ابيض ليه؟ لانه كان مضغوط في الارض. طيب يبقى مجرد ما شفته كده معناه انه فات من ساعة لساعتين. طيب الرسوب الدموي ده هيثبت في موضعه بعد 6-8 ساعات. يعني ايه يثبت في موضعه؟ يعني لما اجيب اصبع الابهام ده وادوس على الحتة الحمراء المحمرة دي اللي فيها الرسوب واشيل صبعي الاقيها محمرة زي ما هي، معناه ان الرسوب الدموي ده ثبت في موضعه، يبقى فات على الاقل من 6-8 ساعات. الوفاة. نعم؟ الوفاة من الوفاة. طيب لو انا دست بصبعي وشلت صبعي لقيت مكان صبعي بيض، معناها ان انا لسه ما وصلتش لست ساعات، يبقى فات ساعة او ساعتين لكن لسه ما وصلتش لايه؟ لست ساعات. يبقى اول حاجة استفيدها من الرسوب الدموي ان انا عرفت الزمن اللي مضى من الوفاة. تاني حاجة استفيدها من الرسوب الدموي ان نعرف اذا كان حد حرك الجثمان بعد الوفاة ولا لا. يعني لو انا لقيت الرسوب الدموي في الجثمان في الظهر زي ما كده زي ما انا شايفه كده والجثه نايمه على بطنها، معناها ايه؟ حد حرك الجثمان. حركه امتى بقى؟
بعد ثبات الرسوب الدموي، شوفوا الستات اهو علينا اهو، هم اللي جابوه. يبقى بعد ثبات الرسوب الدموي بعد 6 ل 8 ساعات لو انت حركت الجثمان هيفضل الرسوب الدموي في موضعه القديم. طب لو حد حرك الجثمان بعد 3 اربع ساعة، بعد ساعة، بعد ساعة الا ربع، نص ساعة، الرسوب هيبقى فين؟ ها؟ في المكان الجديد، لأنه لسه ما اتكونش. صح مش كده؟ مش احنا قلنا بيظهر بعد مضي ساعة لساعتين؟ في بعض الأحيان، هو ده الكلام بقى اللي أنت حضرتك تفهم بقى بيه تقرير الطبيب الشرعي، في بعض الأحيان تلاقي الرسوب الدموي في موضعين مختلفين، تلاقيه في الصدر وفي الظهر. موضعين عكس بعض. مش معقولة الجثة تكون على صدرها وعلى بطنها نايمة في نفس الوقت، بس أنت لقيت الرسوب في موضعين عكس بعض. ده معناه إيه؟ إنه حد حرك الجثمان بعد ظهور الرسوب الدموي وقبل ثباته، يعني لو حد حرك الجثمان بعد 3-4 ساعات من الوفاة هنشوف الرسوب الدموي في موضعين مختلفين. ماشي؟ تالت حاجة هستفيدها من الرسوب الدموي إن أنا أعرف يديني فكرة مبدئية عن سبب الوفاة. يعني لما أقول لك هتلاقي في التقرير الطبيب الشرعي يقول لك الرسوب الدموي بلون أحمر وردي. لون أحمر وردي اللي هو اللي أنت شايفه ده عندنا في الطب الشرعي يساوي الاختناق بغاز اول اكسيد الكربون. غاز اول اكسيد الكربون، ايه اول اكسيد الكربون ده؟ ده غاز ينتج من الاحتراق غير الكامل للمواد العضويه. يعني في الشتاء هتلاقوا ناس جايبين شويه فحم وقاعدين يتدفوا كده وقافلين الباب عليهم، يصحوا الصبح تلاقيهم ايه مخنوقين ماتوا. كتير قوي قوي عريس وعروسه ليله الدخله دخلوا الحمام يستحموا، في مشكله في المدخنه، سخان جديد لسه بيشتغل، حصل تسريب من اول اكسيد الكربون، الاثنين اتخنقوا وماتوا. كتير جدا من الوفيات دي بتحصل. واحد راكب عربيه مكيفه وعنده مشكله في الشكمان، قافل الازاز بتاعه، حصل في ثقب في الشكمان بتاعه، حصل تسريب، يوم يحصل ايه؟ اختناق. الراجل ده تلاقيه عمل حادثه وهو ماشي. يبقى ده كله نتيجه ايه؟ غاز اول اكسيد الكربون. انبوبه بوتاجاز، في تسريب انبوبه بوتاجاز برضه لو في تسريب هيحصل اختناق بغاز اول ايه؟ اكسيد الكربون. طيب هو غاز اول اكسيد الكربون ده المفروض ان هو مش موجود في الدم بتاعنا خالص، يعني جسم الانسان زيرو اول اكسيد كربون. بس اول اكسيد الكربون ده في مدخن السجاير بيوصل ل 9%. 9% في الدم بتاعه، انتوا لو شفتوا كده الرئه بتاعت مدخن السجاير مش هتشربوا سجاير تاني، يعني مره كده نعمل لكم زياره للمشرحه عشان تشوفوا الرئه بتبقى شكلها ازاي بتاعت مدخن السجاير مش هتشربها تاني. يبقى مدخن السجاير بتبقى اول اكسيد الكربون عنده يوصل ل 9%. الوفاه تحدث لما تصل نسبه اول اكسيد الكربون في الدم 50 ل 60%. طب هو لما واحد بيخش الحمام وفي غاز والكلام ده، طب لما بيحس انه جاله شويه صداع وشويه ما بيخرجش ليه؟ يعني ايه اللي بيخليه يفضل داخل موجود جوه الحمام لغايه لما يموت؟ لانه غاز اول اكسيد الكربون ده بيعمل حاجه مهمه قوي. بيعمل حاجه زي شلل في العضلات. فالشخص اللي بيتعرض لغاز اول اكسيد الكربون ده ما بيقدرش يخرج من المكان اللي هو فيه اللي متعرض فيه لاول اكسيد الكربون، ولا يقدر ينده على حد ينقذه. ليه؟ لان العضلات بتاعتك، انت عشان حضرتك تتكلم محتاج العضلات اللي بتتحكم في الاحبال الصوتيه تكون شغاله. فالعضلات اللي بتتحكم في الاحبال الصوتيه بيكون برضو اصابها درجة من درجات الشلل، فما بتقدرش تتحرك، وبالتالي لا يقدر ينده على حد ينقذه ولا يقدر يخرج من المكان عشان ينقذ نفسه. الرسوب الدموي في كل الوفيات المصحوبة بنزيف، يعني كل الإصابات الطعنية، كل حالات الطلق الناري، كلها بتبقى بلون باهت. يبقى مفيش الدم كله نتيجة النزيف خرج من الجسم، هتشوف الرسوب الدموي زي ما انتم شايفينه كده، هتلاقيه تقراه في تقرير الطب الشرعي يقول لك النزيف الدموي، الرسوب الدموي بلون باهت. الرسوب الدموي في كل حالات الاسفكسيا، اسفكسيا الشن، اسفكسيا الخن،
اسفيكسيا كتم النفس هيبقى بلون داكن. يبقى كل حالات الاسفيكسيا، كلمه اسفيكسيا الاول تعني ايه؟ تعني عدم وصول الهواء المحمل بالاكسجين الى الرئتين فتره تزيد عن دقيقتين ونص لثلاث دقائق. دي الاسفيكسيا. يبقى عدم وصول الهواء المحمل بالاكسجين الى الرئتين فتره تزيد عن دقيقتين ونص لثلاث دقائق.